ست العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي، قابلته زاح منها صوابي، قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة، سيبتي العزيزة، سيبتي العزيزة، سيبتي العزيزة. فلا خوف لبراد وملحت اللي عدى الولا قلبي بالجرح ويبراد. سيبتي العزيزة يا حيونا يا حيونا بوني فوق جد عشونا يا حفوق يا حبيبي خدي ضاني جاي من وعب البرار يا حبي يا جدي بالدار. سيبتي العزيزة، سيبتي العزيزة، عملت لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا هلا الله. والله يستر معك. سيبتي العزيزة، سيبتي العزيزة. الله يعطيك الصحة خالتي في العشاء، صرت هنا تعبان في حقها. هاي صحة ليك عيون كل شيء مثل ما يكس لوكس كيما قال بابوش الله يذكره بالخير. تعرف كنت جيب حتى ظلفناك من جبت هذه السردين هفاي؟ مش مزري قول وسكت أتفل لا كلام عطعام. اه قول الفيه مراك جويعين لا واحد في ذراعك وانا به رد بالك من الشوك. اتاسيو راهو شوك الحوت مخطر ياسر ياسر خلاص مش هيك الحيل. هاي تراه تو نقطة ديذا عندي كلمتين تنقول، انما هو بحيث وما فيكمش لا فرق لا ترك. واش قلت أتفل لا جبل نتقماصة ولا نزيد شوي؟ لا لا تكماسة خير تكماسة سمي بسم الله ونفع هانو نسقروا. يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وبحيث أول فصل فيه كنت أطفل. الطفلة خميسة ملوحة في السبيطار يعلم ربي بحالها كرعيها معلقة، وانت لهنا مشك لهنا. أي لا لا عندك الحق، لا لا مش حق مئات حق ولا أكثر خلاص. هالخويلة مش تحبني داني ليه أنا؟ نجي حذية حتى لا في السبيطار ونعلق رعية ساهي وش مطلعها الفوق لسه زر وعارفة روحها ثقيلة. اي لا 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 حاطة طفل جبالة عنده مئات حق هي وهي وش مطلعها لنخلي الفوق والعرجون ثقيل. واستعلينا تراه انت يا مرأة هذا يحديث رجال وش ندخلك فيه اتصو ها؟ وراك انت مخلوق وين جي نتكلم اتشدني من القرزي. يا سيدي بطن لا ثم لا شيء لا سردينة لا تن لا شليك لا صبابيت هجاية. والله يحرم عليك كبي مكش مكرات خلاص يا اخي اما مسكينه وش قال. اي اسكت علينا تراح تفل المقراطيه ذي من اللي جد ونحن متخذين. انما وبحيث هاني راجع ليك يا سيدي النهارين اللي تعدوا قابلت مصباح بالنصر وجبد لي على الطفله بنت بنته شكونها تتبوهت الطفله جميله اللي اختبتها عم نول وقلتك لا تليفون لا طلة لا في عيد لا في مناسبة لا في عاشورة لا في عيد الجمهورية لا في طلاق لا في عرس لا في طهور لا الثلاثة لا الأربعة لا الخميس لا صحة لا عسلامة لا بسلامة لا لعينك. إنما وبحيث تتأخذ طول مش تتأخذ. والله بصراحة أنا بي وقل السك السك إنك حشت به تعبوني وليد اختي الله خال الاخر وحدي في الشغل وفي السردين. فش خلي فش صح وش فا ايش فيك ويهنيك واش قلت واتفل جبل فش خلي اوكي في السردين. لا السردين هايلة هايلة خلي اعطيك الصحة بش فا بعرفش كيفاش بارا وليد اختي يغزر فمك من ريحة الحوت وراح نقصروا اللي شوف تلقاش نتفرجوا فاك البنيات الرهفات هذوك متاع الغناء وشوف تلقاش لينا نجوى كرم ولاك الهمعوجه الاخرى هذيك متاع الواوا اي ولا تعرفش كيفاش شوف تلقاش لينا شويه سلميات ولا شويه ابتهالات عايش ولادي قد ساعدك وربي يهديك. ناري عليك يا فطيمه بنتك باش تضيع قدام عوينتك كنت تخزر عبد الله
لقيت زهر لا مع الطفل ولا مع الطفل. إيه الحمد لله كي وقتك. ما تجيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يو. اش تعمل؟ اش نعمل؟ اش عندي ما نعمل يا فطيمة؟ ننزع فحويلي باش نرقد يو باش نرقد. ما قلتليش الجيل عياشي يعمل حذاك في القهوة. انت العياشي يو يمي يشرب قهوة بحذية. وبعد القهوة؟ شيشة. قال لي راني شاي شيشة تفاح واحنا وفينا التفاح خامت له شيشة فرنبوز. ايوه اش قال لك؟ قال لي ما بالنا وما حلاك الشيشة الفرنبوز. اخذر لي يا منجي. من الساعة نكلم فيك وراسك مطبس مخبي عليا حاجة. أنا ورحمة بويل أنا مخبي حتى شيء نفطيمة. وش بدلكش على أختك حياة؟ على حياتك دي. هاي ايش بدلي يا. قال لي محليها وما بالك يا أختك حياة. هكا هو. لا لا يا فطيمة. قال لي حتى أمك فطيمة محليها وما بالها. منجي. نعم يا. شبيك رقدت بكلاستك؟ بردين بردين يا. هيا بيه تغطى بالقدام ملا تصبح على خير. هيا تصبح على خير سعيدة. قل لي منجي وسام ولد المعزول ما كلمكش اليوم؟ لا لا أخي لم يدعي شر. أشخر أخي لي أشخر عطاتك الدنيا. هذا مستردين أتفرج على نجوى كرم وفاش أخلنا في دار بابوشة. وانت ذا اخويا اضرب القوط ونحق لا قعد عيش في دار بابوشه ما تقوليش. سامع راح نقول لك راه واحد خمسة هاني كان ثبت الخرافه شيء اخر الاخر غدوه نشري ليك شبعتين وعلم مخضر. اسكت اسكت افضحت ما يعطيك فضيحه. ويش تخيل مركب ليك الارم. اسكت يا اختك الصحف العظيمة يا ام كول كول وليدي وانا بيها مني كنت صغير كنت ندني ليك كل يوم عظيمة فتوح ثمش ما ربي يفتحها في راسك. ليلة مش في راسك في وجهك وهانو فتح بارك الله فيك يا ام يا بنت جدة. بنت من؟ بنت يما. هاي هاي السلام. هاي يقعد يقعد افترات فلا شبال ارحم والديك يا اخويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كل بابوش ولا ما عجبكش تطيبي يا اما ليعطيني ما كبر ليعطي هل ما عجبكش تطيبي هطفل جبالة كل كل. لا 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 قلت يعطيك الف صحة عندك تطيب ليكس خلاص اللهم صل على النبي. ايه ممكن خير نعم يكونك اصبحت متقنع شوي. متقنع؟ واش بيتك في المنام صبح شبعان؟ ليعطيني ما كبر ليعطي قول هطفل جبل وش كليت في المنام؟ انا منام يا اخويا تسمع كلام الفهم انا اصبحت متقنع يمكن نعشى البارح. برك كان متقنع كنت تكبت عظام هذي طيبة يا مرة. لا لا العظمة هايلة ما عندي ما نقول مالا بالذي لا اله الا هو المتوكلها الكل حكايتي راك راجل اخي اخي ولا بالحلفين خلاص اي بالحرام لا متوكلها صح وباش واصل على زون كل عظام راك راجل. صباح الخير تلمونت. صباح الخير سعيد يا ميا. الله وحد الله وحد شنو الحطايط الكل يا اخي وين ميشا وين رايحه للفيلم عيط لي لاسيستون وقال لي المخرج حاب يشوفني. ميا ما تنساش اللي تفهمنا فيه البارحه. ما تقلقيش تاتا ما ننساكش.
اسمع احيدا طب ليه كاس العيشي فرضان يدخل معانا في اللعبه تعرف كده يدخل معانا هو في اللعبه تطلع قوم يرفع شيء تقتل قال لك اللعبه من بتاع البارح الفينول بورتريخ عالميه هيك كريستيانو رونالدو وحده مركز سبورتو صباح الخير تاتا صباح الخير مش قلتي تاتا راكي موافقه هي ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل ماك تعرف حاجه كيما هكا واحد لازم يخمم فيها بالقديم القديم وذي حكايه عمر ومش لعبه وش متخمم يا حياه نورمال يا اخي كي تروحي باش تهزي معاك المونجي وتاتا وتنطعي شي هو باش يقول لك لا امبوسيبل حياه وين باش تهزني معاك محلانا تزاير تاتا معزه ومكرمه وان شاء الله ما يجيكش من عندنا غير الخير ان شاء الله في فرحتك بنتي أنا ما عندي وين نمشي نخلي بلادي ونمشي لبلاد الناس وش من الناس تاتا احنا رانا عائله واحده انا نورمال احجي لها البلاد اللي فيها حبيبي بلادي بصراحه كان مشيت في طيمه نمشي معها وكان ما مشيتش في طيمه نمشي وحدي صديقي وحبيبي المنظر اهلا اهلا بسحام دي وينك يا رجل هالغيب هكا من اللي دفنوه مزاروه يشنوه من اللي كريت الدويرة ضبط جملة مشاغل الدنيا بين قوسين كنت في زيارة إلى المناطق الداخلية التي لا تصلها الداخلية مأساة يا صلب منظر ألم غد لي فؤادي شنو يا أخي لقيت ناس تاكل في بعضها لا يا صلب لقيتهم ياكلوا في صوابعهم جوعا ولا دم أيه لا داعي للركوب برداعي أعمل لي قهوة وسكن أوجاعي الله يبارك تفضل ارتاح هاي صباح الخير يا سلمان أهلا بسيرفاء نهارك زين مبروك يا بابا لكن نحلة مزاتك لا نحلة لا فرززو هاك تشوف فما كان البدرن بالحرام تقولش عليها قزل الناس كلها باش لغيم هاش ديكلك سيك سيك بزيت سك الله يبارك حاضر صباح يا بتت زمان دني فيها حب عزيز هاي تزيون نعم راحي ما في باليز نشوفها استعب صباح الخير فيهم صباح الخير عمضر اهلا نهارك زين يا بنتي نهارك سعيد صباح الخير تنسو كنت خارجة؟ لا كنت عامل حب عزيز كنت خير شوف تمطرش يخاف على سيكو سيكو الله يستدر حقا شخيله هو الله البارح بيت خمم حتى سردينا القرط ما كلاش يطلعش مريم انا ان شاء الله ربي يستر خير توصياتك ما سيت الا انا مع المنظر مش تخدمي تو شاورتني زي البارح قال لي ما سالش وصار انت شاورتيه انت جي هو قال لي بدات فيك تب ربي يجيب على خير اي يا سلفيه سيب الطفله عاد وجهز قهويك ان شاء الله ما تطيرش بيه الطياره اهلا درسوبا عسلامة ايش حالك؟ نار مغلل عملنا بلعنة تو من انفلات الامني لانفلات البوز الله حد شنيا الحطويت الوهر ايه سعيد اصعب فيه تنسيس المنجي لا سعيد لا مبروك شنوش بيها يا محسن؟ انا نقول لك الطفلة طايحة في حبك درباني مع راجل قد بوها تقول ايش بيها؟ صباح كانت تحكي قدك مشي لتزير كيفاش عندك ما تعمل طفلة تضيع قدامنا وإحنا نتفرج جواه يو خيانا شكون عدي يجيها أحكي معاها فهمها شنو منجي يجعلوش يحكي مع روحه حقا يا محسن شكون هذا وسام ولد المعزون اللي جا خذا نمرو تليفون المنجي من عندك كيفاش ما جاك حد عمي لبيسه باهي يا محسن عايش خويا ما تنساش تحلك الشباب كي تخلي الدار تتهوى في لمان لله ماشي لتزاير ملا ممكن نمشي وممكن ليه نقعد هون مازلنا متفاهمناش محلتها شدة صيحة تعرس بالصيف علينا هو فاش قام بالصيف عليكم هكا شاورت منجي ومنجي موافق مازلت كان انتي
ومحسن وحمادي ما يتشاوروش هذمنا. وا شو مدخل اخواني في حياتي الشخصيه امي؟ هذه حاجه تهمني انا وولدي. وانا لله وانت شبيك هك لابس عليك يا اخي؟ انت متحبش الخير لبنيتك؟ ايه نحب، اما هكا لطحت لدزوها زيقت عليك تونس ماشي تطلفح لتزيرة. الله غالب يا امي، القلب ما يريد. حيوته هكا عندك تليفون؟ شكون تضحي يا شي؟ وي شيري. لا لا عاد شيريا. ها ولدي تهنى، سلعة ليكس من جارانتي، جلب حر أصلاً، ما تندمش، غير رحم على والدي برك. نرحم عليك حتى من تو، أما إن شاء الله ما يطلع فيه شيء. لا لا تهنى بقدرة ربي ما يطلع فيه حتى شيء، وحتى كان طلعت فيه حاجة، أسيدي خلي عندك ونعرض لك فليسات. باهي شك؟ باهي يا أخوي، أي في الأمان. في الأمان. كيتي كيتي كيتي، تطلعش الحديث من الحق. ها، هنبينوا شوي. خمسة تمسيحات على 50 دينار، إلى 20 حصلت، مازال 30. أدخل لا جبل. راني إنما وحيثها باش ندني دورة وعكلة. نتقابلوا في الأسبيطار. تمشيش نغدي يا خي؟ نغدي. تونس اللي حفظها بالباوكة. العامين عام 76 جيتها إنما وبحيث خاطرتين وقعدت فيه 3 أيام كاملين. استنى استنى باي نشعر بعضنا شوي. 6 السفش راس الضبع مش نعليك راه يا بهلول يا مغافل يا راس الكرم مش نعلي. يا رب يا رب صبرني. الو ها خميس ها 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 واشي وانت مش داني بينه الحياة؟ آه مهلا تو بعد بحثوا في ميساج ويشي إرسالية قصيرة من أحفظتها للذي غادي في السبيطار. لا مبايز حذاك ابن خلدون. لا 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 خميسة مش وضاك واحد أخر ذا يلعب اتحاد مسالم. وش نوت تويفر تحبين نكذب على المرأة؟ هاي تونتو يحيش لك في خاطر وفي خاطر حياة حنا عنا نفد لكو أكرا. نو 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 لا جو سوي ديزول. المرأة نحترمها بزاف، عيب عيب نتعاملوا معها هكا والله لا عيب. نا 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 مرحبا بيك يا سي العيشي. يسلمك تفضلي. ميرسي. وانت واش راكي؟ الحمد لله لاباس. حياة أو تونتو ما حبش قال لك ما نقدرش. يعيشك يا سي العياشي خذ بخاطري نفدلكوا على أمي وبرا نوعدك قبل ما تروح نقولها الحقيقة. شوفي هيا تونتو يرحم بابك هاو كيما قالت لك حياة أول منجي ديجا ودخل معانا في اللعبة نورمال. مرحبا بيك سي عياشي. على سلامتك مدام. تفضلي. يعيشك يا سي العياشي منوري هبل. هذا أقل واجب، أنت تستهلي كل خير الأداب والجمال، ما تقدريش تعرفي شحال دخلتي في قلبي. يعيشك يا سي العياشي حتى أنت زادك برك الله عليك. بارك الله فيك ميرسي. ماذا بيان نقدم لك كل العبارات مثل الود والمحبة ونكون سعيد جدا لو تقبلي مون انفيتاسيون للعشاء. افيك بليزير يعيشك. اه ميرسي بوكو جو سري تري زونوري. سي العيشي قهوتك بردت. اه القهوة ظهر بنينة على حساب ريحتها. صحة. اه ميرسي مدام سوكولا. نهنيك يا مدام بنتك سي فريمون اون بيرل رار. يا خو بخاطرك ولا وانا ما نفهمش بالسوري راني. تاتا باش نترجم لك طنطو عياشي قال لك بنتك حيوته جوهره نادره. لا نادره ولدك يبكي. سامحوني.
صحة خويا صحة. ميرسي مدام، ميرسي بوكو. تحلينا هذه مدام، قول اختي فاطمة. يا خش بيناتنا احنا محسوب بنديت. انت لو كان عرست صغير راهم وليداتك قد المنجي وحيات. بسم الله عليك، اشرب شريبانية اشرب. يا سلمنظر سلمنظر. نعم يا بابا. نعم اجاني بابا. ايجا ايجا سيدي. تفضل سي منجي. اشنو الكاسة ناقصة كالعادة؟ اسمع المرة هي عاد شديتك بالكمشة، ما عندك وين هيرك بالله. كيفاه سيدي؟ اسمع نقلك الكاسة ناقصة أكثر من 60 دينار. 60 دينار كهو؟ يا أحمد ربي جاتك باللطف. هاي قير 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 يجيك خفيفة قبل ما نلم الكاسة متاع آخر الجمعة ونهزها لحياتك. سي المنجي هالستين دينار اللي سيدك تحكي عليهم تو تلقاهم مكتوبين في وريقة مكتوبة بالبند العاري الحساب الشخصي متاع سي المنجي. باهية باهية. يا حمية الحطايت شنو هالزينة شنو هالوارة. إلا مرحبا مرحبا يا رجل. حشمتني من مانسي. حاضرة؟ شنو حاضر؟ حاضر تكتيك وفيزيك. تعرف يا رجال ورحمة بويا العزيز الغالي كان نابط نكور لما نقلب البارتي. نقلك حاجة كما ماركيت من ضربة حرة باز باز يجيب بلاتي. أحليك من منتي قديك الذامر. هاي مشيوة توا. اسمع يا رجال يا أخي مش قلت أنت عشاء؟ أي أنا تبدل شوية البخوتها فوق ماشي القمر وحبتي لي الحمامة مشيوة على بكري هدوها شوية تحفونا غاد نتعشي من بعد نشدو سنين. مش قلت يا حبيبي. اسمع يا رجال زعما ما نبطوش. لا 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 وقت اللي تحب الروح روح. باهي باهي اسمع ما يلزمني نور نعمل تنكيزه للدار نشاور مي ميزي. باهي هو جدك يا اخي من الشاوره ماكا. لا يا رجال مش نشاور نشاور اما قلت هكا نعلمها برا على بياتي فهمت. يا اخي في العمر هذا وما زلت تاخو البيرميسيون من عند ماما. لا ما مش نخو بيرميسيون يا اخي انا باش نعدي على معسكره اما هكاك شويه قدر واحترام فهمت. كان هذا عشان تشاور علي مالا كان جات حاجه اخرى صحاح لك ترخص في البلديه. يا حبيبي بيبي اسمع اسمع برا خرج البر استنيني وانا جايك برا برا اسمعني برا وانا جايك يا رجا. بي اوكي. يا حبيبي يا ودي رحمه بويا العزيز الغالي عارفها مش تعدي على خير انا محسوب. أنا ماشي وخلي اللي يصير يصير. تجي معايا نقولها تعيط لك في التليفون. ميرسي ما شي. ها انتي مدام حياة هكي لك كارت دو فيزيت عيطي لي في اي وقت اي سورتو كاش ما تخصك حاجه. يعيشك انتي العايشي. وانتي من فضلك مدام راني ما نوصيكش على حيوتها ها ديريها في عينيك على خاطر هي عزيزه عليا بزاف بزاف. تهنى حتى توصيني وانتي ما تغيبش علينا راه استانسنا بيك المره الجايه جات عشا حذينا. آه بالفرح والسرور بصح بشرط هاي إلا حيوتها هي اللي تدير بيدها الكسكسو نحب ناكل طعام يديها. إيه طونطون لو كان تشوف طياب تاع حياة سواضعها يتلفوا في الحرير كما قال المنجي. إيه بيان سور داك العريف ديك الشجرة. كيفو بخاطرك كيفو بخاطرك. المرأة بقى على خير مدام. في الأمان. وأنتي ما تنسايش في أي وقت
ميرسي. بقى على خير. خليكم في الهنا والسعادة. أبيانتو بقى على خير. حياة. نعم مامي. ماكش حاشمة على روحك؟ وا شو لقيتني عاملة يا أخي؟ لقيتني نجري في الشارع بصورة نومة. يا ليتو. وا 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 شعلينا أمي. أسمع قلت البابوشة شي يقول أم خميسة وبوها يجوا يفطروا بحذنا، عندهم مدة هوني وما طلعوش اللطف باش يشربوا حتى قهوة، عيب راهو. زيد ماك تعرف خالتي الجمعة بعثت لنا البركوكشي، حق أنت ما ذقتش منه، ماك عاملة إضراب جوع أنت وقتها. اسمعي تاتا، أنا تفهمت مع طونطون، قال لي توك يعرس بحياة يهزوك معاه بالجزائر. والله يبشرك بالخير يا لله. الو سلوى، انت وينك يا بنيتي؟ انا شحالي حالي مش باهي بكل. اسمع نحبك تجي انت وخوك. اوه وين مسافر؟ باهي باهي اسمعني، يجا انت وحدك ومن بعد كي روح هو من السفر جيبه. انت حاجتي بيك حاجه اكيده يا بنتي. باهي كي تجي نحكي لك. هاي بالسلامه. ولا حكايه هذي، عقب عمري نقوم نطيطح من بلاد لبلاد. نجيتك للرضيف وجيتك على بهيم بالمكياس، نجيتك للفاكس وجيتك على بهيم وش تراكس، نجيتك العنابة. بهيم بكهرب؟ لا لا قلت فيش هنوقف سيكو سيكو القرد ونجي نسلم عليه. من بيه يعني استنى فيك مالك؟ استنى درسوف. قال لك توحشتك 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 مش هنا هو راه. باهي قول له لا يوريك ما يوحشك. يعيشك. يو تعطيك الصحة الفازة نتاع الصوفة ذي، وفي العشاء مزيدك بوليس مع القرد طرفك شنو نتاع هند. وكنت تقعد رايف ناخذ ليك زنس جحش الشباب تبرطع ونركب ليك نبذاب. زهري بلاسيج بكاي خلاني نغني طول عمري. حيوتة شنو هي الورقة اللي خبيتيها؟ ليه ليه شاي شاي كارت فيزيت نتاع النواوري. حياة تخبي عليا؟ هذيك مش كارت فيزيت، هاي ما تعرفيش تكذبي ظاهر في عينيك. أعطيني الورقة تشوفي. أعطيني. العزيزة حياة. يا حياة ما تقولي ليش جينا نبصر ولاد الحكاية بالحق. شبك شي هوا مشيش تقولي الحكاية بالمنجد زيدا. شبيك أمي؟ أنا أخوك انت وما جي والعبدو يمشي، راهو كلي كافتيجي هو والفيهم ورجعوا القهوة. عسلامة. عسلامة. اش عملت؟ مالوغوزمون ما عنديش زهر، قبلوني بوغ لو رول بصح ما ننجمش، هما يبداو الشهر الجاي وانا عندي ان انجاجمون في الجزائر، خلاص نيت الكونترا. معليش مايا سي با غراف. مي بيان سور سي با غراف، على الاقل اني جيت بدلت الهواء، تعرفت على طاطا حياة وطاطا فاطمة والمنجي. يا مايا وانت جاية ما عرضكش المنجية؟ لا لا طاطا ما عرضنيش. يا مي انت اطلبوا في التليفون. طلبتوا يا حياة، جاوبني المنظر، قال لي خرج هو ومراه ونسى التليفون في القهوة. منجي هو ومراه؟ يا طاطا علاش خفتي؟ ما عنده وين يروح المنجي نتاعك، دوك يجي. وين يجي يا حجيلة وين يجي؟ هز فلوس الكاسة نتاع القهوة. واه فلوس الكاسة؟ أنا على روحي منجي وامرأة، ربي قدر الخير. هيا توش بيكي خفتي وش راح يدير؟ ويا حجلة أنت ما تعرفوش منجي، أنا نعرفه. ها كان ما يعملش عملة أنا ما نسميش حياة.
ستار الله. باهي يا منجي هكا تعمل في يومك ما مراجم لوحدها. سنة تجي ورحمة بويا أكل قرينات اللي طلعتهم لما نكسرهم لك. يا رحم اللي جابتك في كريدات الهندي يا طفل الفيه. واش تلحم على روحك يا يما؟ هذاك هو كي واتت فيا ترى زحلتيلي. باش انا كيفاش نقش؟ ليلة ليلة خلي في السهرية كي نتلمهم بعد تو نقشرهم. ليتيني ما كبر ليت وراك تاكل كي هكا يا طفل. واشي تدفل كار سبعة؟ ليلة ليلة ماشي كار سبعة كار ستة وربع. مصروف يا يما عندي من أخذك. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا طفل يا شبال اشاني خميس؟ لا باس عليها خير مني ومنك. عاري متقنقشه وتاكل وتشرب تتفرج على المسلسلات وتمرج فيها انا بالتليفون. هلا ما يقال يا وليد. هي واش قالوا لها المهندسين؟ لا 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 مش المهندسين الطب. لا باس اخويتي ما خلوهاش تخرج حتى تولد خايفين عليها من المضاعفات. واشي هكايتي مضاعفات واشي الطفله هاني الباب ما يمرقهاش. يا مخيتي المضاعفات والضفادع مش ضعف مضاعفات ذي ظل هكا شيطة مسكرة وعينها زازة. هاي هاي سلم قرايت كيل فيه. تو سمحوني لازمني نمشي توصي شي حاجة يا ام. لا 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 برا عروحك اما انت ما تخافيش فلوس راهي موجودة بس على قد لما بركة بطلع في ليه نقصص مظاهرات وبدأت الناس تدز على السيكو سيكو يقولك 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 في التصوير صورت برشا فلوس قيل أكثر من 100,000. كثرهم عليك كان فاهم ولدي. هي مالها كي انتي مروح في الليل اختم على الحوينتي هات لي كعبات كاوكاو و100 غرام حمص ويلوي حلوس. الله مبارك. هي قالوا كمل سي فاهم جيب لها كعبات خضر حاجه الشهر. هاي كم يا ذي خيرتي؟ هي وليدي شهوة صبي هاكاو يا منستك بيه حاجه الشهر. ايه يا طفل جبل هلا وينو خالك العيد؟ وندرى لي حنا هاكا لي برا وحني جاي. ايه يعني انا عارفات وين تلقاه يهسكر وران سويني راعي ليهم الشيب والعيب. ايه خالتي حطي لي شويه مقرونه يرحم بالك. لا لا وليدي ما قعدش. اي طيبت الويح لخايك الفهم قلت يجي تعب من الصفر. لا لا مش من الصفر من الخدمه هي عاده عجباته الحاسها الكل. اسمع تحبش نصمت ليك كعيبتين عظام تقعد بيهم قلبك لين يجي العشي؟ لا خالتي عظام الصبح وعظام تو تحبيني نعوش؟ خلي خلي ما تعبيش روحك. نوذي بركة سخني لي شوية ماخر نمشي نعوم. واشي تتعوم حدا سيكو سيكو؟ وبارا خير تعوم حدا سيكو سيكو يتحشم مني محسوب. ليلة ليلة مش تتحشم منك. قالت لي يا أما يرحمها كان تعوم حدا البهيم يضربك في الصليم هذا كانوا كبير وكانوا صغير يرورش وكان ما رورشش وانا بيها يشفل وكان شفل لي نقص وكان نقص ممكن ياسر ينوشك على راسك. واش انهي رايك؟ هكايتي واش قلت لي هنا؟ ليلة مسكين تلقيها عريين ليلة مش عريين جويحين اي راسه خمر. زيدك حاجة؟ ربي زيد في زيد بارك الله فيك. قل خدمت بالكدا اليوم؟ اليوم ماشي الخدمة لكس لوكس ربي كثر من المظاهرات. هو علاش؟ انت ما صدق ربي البلاد رابط. ما غفيه يا خيتي انها البلاد تريح. لما كنتي وانا تخوض الخير يدز. تعرفي تتسوفه لهم جون جماعة الحزب. جاني الحزب وقال لي اكتب اسم الحزب ذاك على البيت. وجماعة الحزب ذاك جوني في الدور قال لي على البيت اكتب اسم الحزب ذاك على البيت. كتبت لهم؟ لا لا قلت لهم لا. قلت لهم كنت حاب تصور من هكا لابس كلسي ما تسالش اما كنت كتيبه لا بيه مسكين زي لبتنا ليش دخلوا فيه في السياسه واللي ضربوه بالحجر يا اخي مش ترسال اي عش بنتي هز القهوه. ها بدات تحريم الفساد. الو اهلا مدام حياتي. ايه
ولا شكون لك مدام هذه التفريح اللي حكيت لك عليها المره الاخرى هي كان قاعد على الكاسه جات وخرجته معاهم شي لا ما قالش ايه هو عندي هون تحب نطلعه لك باهي باهي مدام داكور دي السلامه ادخل فاهم نعم باهي نعم والله تنقب لك راسك واش بيك سارح تايه لا مش تايه نخرج في الطلب اي توا الطفلة واش دانا انا فيها في المصباح يجيني بويها واش نقول لي قول لي بطل بطل هكاك خرب قهي ها في قرعة الله وكبر تاخذ منا تبطل منا اسمعنا يا باي توا الطفلة ذيك جمالة ما خطبت هكاك بحرات الروح لما كنت كي خممت خممت كمبست كمبست لك روحي غالب ما اصل ما نعرس كان من كون ايوه نقول لها تستناك للكون يعني عبلي عبلي باش نكون باي 10 15 20 سنه وشوف شوف علاه تعرس في الليل والصباح الحي تصبح قرصة اسمعني يا باي توا جميله معك الى مات له ما تولمنيش ليه باي تجي تتكلم تمعوش تكلم بالشوي تمعوش ولا تبعد انا اصلا مانيش عازم على تشرب حاجه لا لا باي مش نشارب مش شرب انت العرس صراحة هو مخطر وش اللي عبدال ما تعرفش كلمة تلقى نص سلام حاج جيب لك حاجة؟ أي شيء نعرفك الله يا باي هذه درس دور صعب أهلا الرجال حتى من باي واخذ باي أمي تي يقعد أنت مقبلة وأنت ماشية جاية يا حياة كيفاش تقعد أخوك بالصباح ما ظهرش يا بنتي يا تاتا وأنت وش بيك تخافي على المنجي علاش ولد صغير هو روى راجل وسيد رجال بلاك راح يسهر مع أصحابه أصحابه؟ إيه منجي ما عندوش أصحاب في تونس يا لله يا حياة يمشيش خطفوه يا بنيتي بربي يزين يا أمي خطفوه وش يعملوا بيه بش يخطفوه وانا وين نعرف هما ذا وحشي ما هوش مستينس اسمعي يا حياتي وانت ما تعرفيش هاد المرأة اللي راح معاها المونجي يا خيتي وين نعرف انا منظر قال لك كليونت عندها مديدة تجي للقهوة اما ما يعرف احد امونا فيانا نروح نخبروا لابوليس اسمعي يا حياتي ما حبيتيش نعيط لطنطو عياشي باش يعاود لا عياشي لعبد الرحمن انا نبع عليكم نستنيوها كان جا جا ما جاش نكلم حمادي خويا صلي على النبي على كرهي لا لا مش كرهي عادي وحدي هنا في تطيب السمنك بيش لا لا حد شي هاي شميت ريحة المقرونة إنما وبحيث عجبتني مقرونة ربي ملكنا بقرونة وين به بنيد بهذا كي يكبر يجم المخ خذ السوق للمولية وين به خش الخليق واش قلتي قلت لك على عينك الله يسلمك ويهنيك الله يعينك يا متفرد يا متفكها هي يرحم ميمتك يرحم ميمتك وباي لا 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 بايك مش وليه هاني عجباته المقرونة اللي في التلمس هانو بيك من قبيلة ما قالش قوة وبابوشة وين؟ يعني ولدي خلي أو أنا إليني كوك العمور إليني ذكرتني؟ إيه ذكرتني؟ مرت سنين طويلة من لما إجوا أخذوا وما وصلنا منك أي خبر لا بياخذني كله إيه يعزبك الكوسكس يا العيد ما بتعرف قديش هاجي الريحة وتدي العقل طار عقله ستة ستة خمسة خمسة أول شيء ضيعت زوجتها بالضحك وريه سيدي عاد نفيق قلة المعروف التعليق اللي وعد بوليس من عند خوك الفهم ستة ما شد عندك سي ضربة رأسية مباشرة في الضبوط
مخيتي طاب العشاء. والله ما فهمتش علاش طاطا فاطمة مخلوها على سو بوين. ليك مونجي واحد ماشي صغير. معايا انت ما تعرفيش المونجي سورتو مع نسا. ها شي ما حبيتش طاطا ولا حبيتي نعيط لفافا ويشوف معاه لا سوليسيون؟ ليه ما عنده فين يمشي مونجي. اسمعي حياة، انا بصراحه المونجي عاجبني، اول مره في حياته يعمل هكا حاجه اوريجينال. يا حياة المنجي خوك عمره ما عمل هكا. انا حاسه اللي ولدي خطفوه. واه والله لين ما تقولش بحثوه لسوريا حارب. ايه ينجم يكون يا ما على ولدي. لا 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 ما عادش نجم نكلم حمادي خويا يقول لي شي لازمني نعمل. حياة المنجي باش يحارب في سوريا؟ بلا الحرب تاع سوريا سي بون. هاي صحيتو هاك مقيمتو حصونا. الو حمادية واش رايك في الكسكس يا العيد؟ كسكسي واش منك يا مخلوق؟ هاي اش منك؟ هاي يا باهي كي تم المسلسل عدت تشوف. اما خاتي بين من ريحتها ليش منك هاي؟ بالشفاء الوليد. ايه يا طفل جبل راح تعشي. اما خليه يلبس دبشات. يا جبل يا طفل يا ودي هاي راهو قلبس قط بالشر يهديك. اين جبت خليك؟ بيش واش بس الزور؟ اصرف بابي هاي راهو شكواتات راهو شكواتات. اصرف واش بيك يا طفل؟ وقف على كانون. حتى يا خلي حتى حليعتيني ما كبر لي ولا رقيس خلاص. فهم انا عرفت هضرتيني جد تفهم باه باه. حتى هما ستة يا سي حياة رقد. الحمد لله رقدت. وين يومي؟ راهي في بيتها. تعرف كيفاش؟ تعشي وخالتي ما استنيوش. بسم الله. حياة جربوا نجي. أمي أمي هاي هاو جيسي المنجي بالحق. الحمد لله سحب البارد والخير كله في المناطن. الحالة اللي جيت فيها هو عليك شو أنا قلت حتى بالفلقة ما عاش تعود أمشي. أسكت أسكت طيبني عليه أنت. يعني زوء شد يوصد 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 يعني
قالت لي عامله ورا عامله ما عرفتش نامي يا حلال الله والله يا